سعيد من علامة الجزاء في الدقيقة 88 بعد التخلف بهدف خليفة الجهوري في الدقيقة 4 هنالك في استاد السعادة. يا يعقوب يا يعقوب، هذا عن الأهدادي، هو هادي وهو رايق، البداية من السيابي وبعد ذلك الإبعاد الخاطئ والتسديدة اللي كانت من يعقوب والتغطية اللي كانت حاضرة من البوسعيدي، لكنها غيرت الاتجاه، غيرت المسار لتذهب الكرة بعكس مسار مجريات اللي وعمان. امس فقط 16 هدف بين الفريقين، هنا محاولة خطيرة رأسية، جول جول! أخيرا يتقدم صحارة عن طريق كمارة، رأسية مثالية من كمارة واستغلال لكرة عرضية بشكل رائع تماما، يتقدم صحار بالهدف الأول عن طريق المهاجم موسى كمارة المالي. موسى كمارة المالي يقفز للكرة الماضية اللي كانت صعبة تماما بالنسبة للمهاجم، يضع رأسه بشكل مثالي، يتقدم نادي صحار بالهدف الأول في الدقيقة 11 من زمن الشوط الثاني من عمر اللقاء. هدف التقدم في المباراة لمصلحة نادي صحار، هدف أعتقد ما كان ينقصه هذه المباراة وهذا الشوط. يأتي الآن بهدف جميل جدا عن طريق اللاعب كمارة، شوف العرضية المثالية المفاجئة وبعد ذلك الرأسية الجميلة جدا من كمارة، بالفعل رأسية جميلة جدا من كمارة، ولكن العرضية كانت جميلة أو أجمل كذلك من اللاعب الظهير الأيسر في صفوف فريق نادي صحار اللاعب داندا مولر.